طيب النهارده وصفات زي ما بقول لكم للناس الاكيله اللي بيحبوا الاكل الاصيل المتأصل الحرش. اول وصفه معايا النهارده، الوصفه دي لو طول اعملها كل يوم انا مش هقول لها لا. ليه بقى؟ لانها وصفه سهله سريعه طعمها حلو قوي 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 يا جماعه، ومشطشطه وخطيره. هي كفته العربيات. طيب بنعملها ازاي؟ تعال اقول لكم احلى كفته عربيات بكميه بسيطه جدا هتدينا كميه كبيره ازاي، والاضافه اللي بحطها على اللحمه المفرومه بتحولها من كونها لحمه مفرومه صافي كميتها قليله لحمه مفرومه كفته حلوه كميتها حلوه تدينا كميه كبيره. تعال نقول بقى المقادير. طيب اول حاجه عندي هنا ربع كوبايه برغل منقوع، ودي يا جماعه بتفرق جدا في قوام اللحمه المفرومه، كمان بتفرق جدا في طعمها. خلاص. طيب عندي هنا كمان نص كيلو لحم مفروم، 250 جرام لحم دوش، اوكي، بصله مفرومه ناعم، وعندي هنا معلقه كبيره بصل بودره، معلقه كبيره معلقه صغيره كمون، وزيها كزبره جافه، سبع بهارات ملح وفلفل اسود جوزة الطيب، وشعرايه كربونات صوديوم يا جماعه، او هي كربوناتو، لان دي بتخلي عندي الكفته هشه مش مكتومه ابدا، وفلفل اخضر رومي مفروم ناعم، فلفل حار طبعا كمان مفروم ناعم، معلقه ثوم، وشويه بقدونس في الاخر. بقدونس ده عندي اساسي ورئيسي كده في الوصفه في الاخر. نقول تاني لا موجود. كفته العربيات الرهيبه، مش عايزه اقول لكم حلوه جدا، انا بعملها، وكمان يا جماعه بعمل معاها مكرونه، يعني تنفع سندوتشات وتنفع كمان جنب المكرونه في كل الحالات، خطيرة. طيب عندي هنا ربع كوباية برغل منقوع، نص كيلو لحم مفروم ناعم، 250 جرام لحم دوش وليست بوش، بصلاية مفرومة ناعمة، معلقة كبيرة بصل بودرة، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كزبرة جافة، وسبع بهارات ملح وفلفل اسود وجوزة الطيب، ورشة او ربع معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم اللي هي كربوناتو بالاسم المتعارف عليها، وفلفل اخضر رومي مفروم ناعم وزيه فلفل حار، وتوم مفروم، وللتزيين شوية بقدونس. طيب بصي يا ست الكل، ماشي، البرغل فايدته ايه؟ البرغل يا جماعة بيدينا اولا قوام مختلف للكفتة، ثانيا بيكتر لك كمية، يعني بصي انا عاملة كمية عاملة ازاي، حطي بقى البرغل وتفرجي اتفرجي على طعمها وقد ايه، ما بيغيرش طبعا اللحمة المفرومة، بيضيف ليها. طيب هنحط بقى مقاديرنا واحنا بناخد تليفوننا ونقول الو يا ست ابتسام. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، ازيك عاملة ايه؟ ازيك يا حبيبتي، ايه اخبارك؟ الحمد لله، اخبارك عاملة ايه؟ الحمد لله في نعم. بحبك قوي يا حبيبتي من القلب للقلب. حضرتك اول مرة تكلمينا؟ انا ابتسام نمرة 2. ابتسام ايه ده، امال مالك النهارده هاديه ليه؟ يا روحي سلامتك، الف سلام. انا بصي شكيت، قلت صوتك مختلف. لا عندي برد. سلامتك الف سلامة. طب عليكي بقى الحاجات الدافية. يوه مش عايزة اقول لك. إيه نجمة اليانسون حلوة قوي، نجمة اليانسون. ايوه انا عارفة. جربيها. حبيبتي الف سلامة. عايزة اقول لك. قوليلي. لو بتحبيني حقيقي عايزاكي تكلميني بعد الهوا. طيب حاضر، ممكن تسيبي لي رقمك؟ سايبه الرقم يا حبيبتي. طيب حاضر، ماشي، حاضر يا حبيبتي، نورتيني نورتيني يا حبيبتي. بصوا بقى رحتي فين. طيب بصوا بقى، انا بحط الاول البرغل، خلاص. طيب اللحمه المفرومه هي لحمه عادي فيها نسبه دهن، وكمان بحط عليها لحمه دوش. طيب انا ما عنديش لحمه دوش، بصي بقى هتحطي لي يا اما حته ليا مفرومه ناعمه، حته ليا صغيره جدا، يا اما معلقه سمنه بلدي، وادعي لي. خلاص، يا اما حته ليا مفرومه ناعم، يا اما معلقه سمنه بلدي، وادعي لي. خلاص. طيب انا بحط دلوقتي البصل مع البرغل مع الثوم، وبعدين هحط ايه، اللحمه المفرومه اهي. بصوا انتوا هتقولوا الراجل يفرمها لكم وشين، خلاص، او وش واحد، وبعدين هتعمليها في الكبه زي كده علشان نقلب البرغل معاها. اتفقنا؟ اتفقنا. بهاراتي بقى بحط ايه عندي هنا، ادي سبع بهارات، عندي شويه ثوم، الكزبره، ورشه جوزه الطيب نفحه كده، وعندي الفلفل الاسود،
حبة كمان فلفل أسود، وعندي الملح كده. طب ايه ده؟ الفلفل فين يا فيفا؟ الفلفل الحار والفلفل الرومي مش دلوقتي خالص، دول هيجي لهم وقتهم. واخر حاجة بحطها هنا رشة البيكنج صودا، وما بكترهاش لان دي قادرة سبحان الله بأقل كمية وضع سره في أقل حاجة. ليه بقى؟ دي قادرة بأقل كمية بسيطة انها تدينا نتيجة حلوة. لو كترتي والنتيجة عجبتك فعايزة تكتري، عايز اقول لك بتقلب بطعم معدني رهيب مستحيل تتقبليه تبوظ لك الطبخة. فلما اقول النفحة يا جماعة يبقى نفحة، انا مش بوفر بس انا بقول لك بالظبط. تعالوا نضربها بقى. نقلب عندنا كل حاجة ونضرب تاني ونقول ألو يا أم محمد. ألو ألو، ازيك؟ عاملة إيه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي، أنت عاملة إيه أخبارك؟ مبدئيا بس كده أنا زعلانة. ليه؟ أولا أنا اتصلت بحضرتك مرتين كده من زمان جدا، من حوالي أسبوعين مثلا، اللي أنا اللي سألتك على طريقة البط المحشي. آه، وحضرتك قلتها لي وانا جربتها وطلعت تحفه. طيب. فضلت اتصل تاني بعديها علشان كل يوم تقريبا اتصل يديني مشغول، دي عادي ده الطبيعي. طيب ما هو مشغول. رحتي فين بقى دلوقتي؟ هتزعل مننا اكتر دلوقتي. حبيبتي مشغول صدقيني، يعني دي نعمه كبيره قوي طبعا من عند ربنا، بس ان احنا عندنا طبعا اتصالات كتير، بس صدقيني دي حاجه مش بايدينا، ان احنا عايزين ناخد كل المكالمات وكل التليفونات. فبجد انا بحاول اخد اكبر كم تليفونات، انا محتاجه اسمع صوتكم، يعني انا ببقى محتاجه ان انا اتعرف عليكم واشوفكم واسمع صوتكم ونبقى كمان صحاب. يعني انا عملت عيله كبيره قوي، عيله كل يوم اكله من خلال التلفزيون والتليفون. فصدقيني احنا بنبقى حريصين اكتر منك بكتير ان احنا نستقبل التليفونات، بس فعلا لود وضغط المكالمات اللي عندنا شكرا يا رب غير طبيعي غير طبيعي. فحقك عليا حقك عليا حقك عليا، وانا مبسوطه ان انت رجعتي قلتي ان البط عجبك جدا ووصفه حلوه قوي. طبعا دي يعني شهاده كبيره قوي، وحقك عليا وحاولي تكلمينا تاني عشان خط قطع. بص انا عملت ايه، انا قلبت عندي هنا اللحمه المفرومه وهديها ضربتين. بصوا انا ضربت تمام كله، هروح حطاه في بوله وهعجن بقى بايدي علشان اسهل الموضوع. واقول الو يا ست ليلى. الو 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 حبيبي، ازيك حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله، بحبك جدا 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 يا حبيبتي، ده شرف كبير ليا قوي محبتك من القلب للقلب والله. عامله ايه؟ ادعيلي بقى عشان الثانويه العامه. نعم، ادعيلي عشان امتحن ثانويه عامه. انت هتمتحني ثانويه عامه؟ ايوه يا حبيبتي ربنا معاكي. طب قولي لي انت علمي ولا ادبي؟ ادبي حبيبتي. ربنا معاكي يا ربنا معاكي، انت قدها وقدود وربنا هيفرحك وهيسهل لك الدنيا، وان شاء الله هتجيبي المجموع اللي انت عايزاه وهتدخلي الكليه. عايزه بقى اكلات حلوه عشان تخليني يعني اركز جدا. عايزه اكلات حلوه عشان تخليكي تركزي؟ ايوه. حاضر يا حبيبتي، اهم حاجه اهم حاجه تاكلي هقول لك حالا. ماشي، اسمعيني من التلفزيون يا ليلى. ربنا معاكي يا حبيبتي، ربنا معاكي يا حبيبتي. طيب عشان خاطر ولادنا اللي بيذاكروا واللي بيمتحنوا، بصوا يا جماعه اهم حاجه الاكل يكون متوازن، يعني بلاش الحاجات الثقيله، يعني بلاش تحمر لهم الاكل، بلاش تديهم طواجن. ليه بقى؟ علشان الاكل لما بيبقى ثقيل على المعده للاسف المعده بتسحب كل الدم اللي في المخ فيروح على المعده، فطبعا يحسوا ان هم همدانين. الاكل التقيل بيعمل فينا ايه؟ بيخلينا همدانين وبيخلينا ان احنا تقال وعايزين ننام وعايزين نريح. مهم جدا جدا ان هم ياكلوا يعني 5 مرات 6 مرات في اليوم كميات قليله، علشان ما ياكلوش مره واحده اكله جامده فالدم يهرب من المخ يروح على المعده يهضم ويشتغل.
طيب الاكل لازم يكون متنوع، ما يكونش تقيل، دهونه مش كتيره، نشوياته كمان ما تكونش كتيره، يكون فيه بروتين، وطبعا طبعا اتوصى جدا باكلات اللي فيها الاوميجا 3. طب الاكلات الاوميجا 3 دي موجوده فين؟ واحد كده مكسرات، يعني حفنه مكسرات يا ستي ثلاثه من كل نوع، حتى لو هي غاليه لو حطيتي ثلاثه من كل نوع ماشي في كبشة ايدك هتديكي كمية حلوة قوي، يعني 3 لوز، 3 كاجو، 3 عين جمل. عارفة كمان العين الجمل مش هو عامل زي بالظبط ثنايات المخ ده؟ سبحان الله سبحان الله، العين الجمل ده يعني بيأثر جدا جدا على قوة التركيز والقدرة الدماغية للحفظ. انا حطيت هنا معلقة سمنة كمان يا جماعة، ها بحبها قوي. خلاص طيب، يبقى مهم جدا اوميجا 3. الاوميجا 3 دي باخدها منين؟ زي ما اتفقنا باخدها من المكسرات، وباخدها كمان من اكلات السمك، مهم قوي. اذا اكلات السمك مطلوبه، بعمل لهم مواصفات حلوه مش دهونها كتير، وفي نفس الوقت تكون يعني هم حابينها. خلاص طيب، مهم جدا بقى ان هم ياكلوا فاكهه، فاكهه كتير، يشربوا ميه كتير، لان هم بينسوا جامد جدا ان هم يشربوا، بينسوا. دورك بقى ان انت كل شويه تحط لهم كوبايه ميه، فاكهه، عصاير حلوه، لكن ما تديهمش عصاير كتير، احنا عايزين الالياف هي اللي ايه اللي تدخل جسمهم مش سكريات بس كده. ده كل انت محتاجاه، خضار وبروتين، وتاكلي اكل صحي بشكل كبير، وكل الاكل ينفع يتعمل صحي. سلطات هتبقوا ما ناكلش مره اتنين تلاته بس في اليوم، لا ناكل عدد مرات اكتر ولكن الكميات تكون قليله. بص بقى، انا كورت عندي هنا اللحمه وحطيت هنا معلقه سمنه، وهرمي بقى ايه كور اللحمه دي عندي في السمنه، ونقول الو يا جميل يا دعاء. يا احلى شيف بيبو، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ تسلم ايد حضرتك، الحمد لله رب العالمين. ربنا يخليكي ليا، النهارده الاكل ايه على كيف كيفك. تسلم ايدك يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا ربنا يحفظك يا فندم. انا كنت عايزه اقول بس حاجه، سلامه مدام ابتسام اشرفت عليها، وربنا يقوم بالسلامه يا رب يا رب يا رب. والمدام اللي اتصلت من شويه، والله انا برضو بيبقى معاكم على التليفون، وبرضو ساعات ما بعرفش ادخل، وساعات بدخل برضو وما بعرفش اتواصل مع حضرتك. الموضوع حبيبتي. والله مع كل مش معايا يا بنتي يا حبيبتي، ربنا يخليك تعالي والله كيف، واحنا مقدرين وتسلمين حضرتك، ده احنا بس بيبقى شرف لينا ان احنا نكلمك. والله يا حبيبتي والله شرف ليا يا دعاء، بامانه شرف ليا يا حبيبتي، محبتكم غاليه قوي عندي. وتسلمي ايدك وتسلم وقفتك وتسلمي لنا كلنا يا حبيبتي. تسلمي لي، ربنا يخليكي ليا. الكفته دي بقى لازم تجربيها، جربتيها قبل كده ولا لا؟ ان شاء الله يا شيف، ان شاء الله حبيبتي. منوراني دايما يا دعاء. تسلمي يا شيف، الف سلامه يا حبيبتي، الله يسلمك. بصوا بقى يا جماعه، معلقه السمنه مش عايزه اقول لكم بتفرق فيها ازاي، يعني مهما كنت حاطه حطي بس معلقه سمنه بتفرق في ريحتها وطعمها. هنا كمان انا حطيت سمنه، بكور وبحط على طول، اهم حاجه ان احنا نصمخها كويس، يعني بصي بعمل كده 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 وبعمل كده. طب التصميغ ده بيعمل ايه؟ بيخليها ما تفتحش معايا اهي. وبعدين قبل ما ابدا اكور انا عجنت كتير جدا، الى ان عندي هنا بصوا، واخدين بالكم؟ تعالوا بصوا، اتربط خيوط واتعمل خيوط ما بين الانسجه، ودي بقى اللي بتخلي عندي اللحمه خطيره. خلاص، على فكره انا ممكن اسيخها وتبقى كفته حاتي، ينفع جدا، وبتبقى تحفه، وبعدين طفي فيها فحمه وادعي لي، رهيبه. ومعلقه السمنه دي بقى مش عايزه اقول لكم بتدي نتيجه خرافيه خرافيه. انا بحس كده ان انا باكل، يعني عارفين كده، لا كفته مش عاديه، وبتخليها بتلمع، خلوا بالكم معلقه السمنه دي. بصوا حاجات بسيطه، ويمكن احنا بنعمل الاكل على طول مع بعض، لكن كل ما بجرب حاجه بحطها كده واقول ايه انا اشوف مثلا اعمل ايه كل ما بجرب حاجه بلاقيها ان هي بتديني نتيجه افضل. بصوا لازم اقلبها لما تستوي، لما انا جيت اقلب لقيتها ان هي لسه ما استويتش، فهتكون لازقه معايا، لازم تاخد لون حلو جدا، وبعدين ابدا اقلبها مش هلاقيها لازقه معايا ابدا اهي. والفلفل بقى ده في الاخر، ده في الاخر. طيب انا هقدم ايه جنب الكفته دي؟ طبعا تقدري تقدمي مكرونه، تقدري تعمليها مع رز ابيض او رز بشعريه، وسلطه تقدري تعمليها في سندوتشات عيش بلدي او عيش فينو،
وسلطه خضراء كمان او سلطه او سلطه كمان سلطه اسمها ايه سلطه الطحينه زي ما احنا هنعملها كده وتفرجي على الحلويات ونقول الو يا مارينا. الو يا مارينا. الو ازيك يا مارينا؟ ازيك يا سيدي عامله ايه؟ ايه يا حبيبتي اخبارك؟ كل سنه وانت طيبه حبيبتي. انت بتكلميني من ملاوي. ملاوي شفتي انا فاكره ازاي؟ تقول لك المنيا. عامله ايه يا مارينا؟ تمام الحمد لله. حلوه ايه اخبارك؟ منوره كده بامان حبيبتي منوره بيكوا يا حبيبتي. عسل ولبسك عسل وانت عسل يا روح قلبي. وانت جميله وانت جميله وعيونك حلوه كده كده شايفه الحاجه حلوه والله. قولي لي بقى كيف انا باجي اعمل الكفته دي بتفك مني في لسه بقول اهو ما بقلبهاش غير لما بحس ان هي اخدت لون قوي. يعني انا جيت اقلبها لقيتها ايه هتفك مني زي زيك. ما بقلبهاش غير لما بلاقيها ان هي اخدت لون حلو جدا مش علشان ما تفكش مني وعلشان ما تلزقش. وكمان لازم تكون الطاسه سخنه قوي والسمنه والزيت سخنين. طبعا ما بكترش الزيت والسمنه ولكن برمي فيها ما بقلبش وبسويها على نار عاليه. ولما كلها بتمسك نفسها ابدا ان انا اعمل ايه اهدي النار عشان تستوي من جوه. لكن لازم تتشمع على نار عاليه مهم جدا. طاسه غير لاصقه او صينيه زي ما انا بحب كده دايما بحب اعمل اكلات اللي هي بتاعه المصمط في الصينيه اللي هم بيعملوا فيها اللي هي صينيه الالومنيوم اللي موجوده في كل ايه بيوت اهالينا. عايزه اقول لكم في بعض اكلات ما بتحلاش غير في الصواني دي. مهم نعرف نستخدمها صح ونكون جايبينها بكواليتي عاليه ونعرف نستخدمها صح وننظفها صح. وفي حاجات ما تتعملش فيها وفي حاجات طبعا تتعمل فيها. ما ينفعش نعجن مثلا في الومنيوم مثلا يعني كده. ما ينفعش نستخدم مثلا معدن مع الالومنيوم. ما ينفعش ندعك بالسلك. يعني في حاجات كده علشان نحافظ عليها نعملها هناخد ايه افضل نتيجه من تسويه الالومنيوم. طيب بتقولوا لي حاجه يا شباب؟ حاضر هبدا بقى انا اسوي الفراخ. وعايزه اوريكم بس واحده تكون استوت علشان تشوفوا لما بتستوي اهي اهي. بصوا طلعت معايا على طول اهي. لازم مهم جدا ان هي تاخد وش حلو كده علشان ما تفكش معايا. مهمه قوي تاخد الوش ده علشان ما تفكش معايا. لكن لو حاولت ان انا اعملها وهي لسه ما اخدتش اللون ده خصوصا في الحله الصينيه سوري اللي زي كده لا هلاقيها ايه لزقت معايا. ماشي.